أنا هتكلم عن لغة جسد الكلاب، تمام؟ التواصل هو عموما التبادل ما بين تبادل الأفكار والمشاعر والنوايا، بس بالنسبة للكلاب التواصل بيتعلق بالنوايا أكتر، يعني مثلا نية الافتراس، الهجوم، اللعب، التحذير، إن يعني الحاجة دي بتاعتي ما تقربش منها. السلوك ده ممكن في البداية بيظهر لنا إن هو عشوائي، بس الكلاب السلوك مش عشوائي عندها، على الرغم من انه بيظهر لنا كده في البداية، الا ان السلوك ده بيكون يا اما انعكاس للحالة الداخلية للكلب او تواصل متعمد معاك. الكلب طول الوقت بيتكلم معانا، كل ما زادت معرفة الانسان بلغة جسد الكلب، كل ما كانت القرارات اللي بياخدها في التدريب الكلب والحياة اليومية معاه بتكون افضل بكتير. يعني زي مثلا في تعديل السلوك عند الكلب العدواني، ابسط حاجه ممكن مثلا مهمه جدا ان مثلا الكلب اللي قاعد قدامي ده، هل هو قاعد فعلا بهدوء، هو هادي ومرتاح، ولا ده سلوك متعمد منه وممكن يكون خطير، ممكن يكون اللي هو الهدوء ما قبل العاصفه. فهنا الانسان لازم يكون عارف الفرق بينهم، لان هنا الاختلاف في لغه الجسد ما بين الحالتين، ان هو فعلا هادي او الهدوء ده حاجه متعمده هو بيظهرها، هتفرق كتير جدا في المعنى، في العواقب بعد كده بتاعتها معايا، ان انا هتصرف ازاي دلوقتي مع الكلب ده. ده بيودينا لنقطة مهمة جدا، ان البشر عشان يتواصلوا مع بعض يعني ابتكروا ملايين الكلمات عشان يعملوا منها جمل عشان يقدروا يتواصلوا مع بعض ونفهم بعض. الكلب مقيد جدا بأجزاء جسمه، فهو بيبقى مضطر ان هو هيعيد استخدام الكلمات دي عشان يعمل حاجة احنا نفهمها، ان حاجات بسيطة مش زينا احنا بنتكلمات كتير. دي اللغة بتاعته، ان هو بيستخدم اجزاء جسمه في انه يقول، يكون بيها جملة يقولها لنا، يعبر بيها هو عايز يقول ايه او احساسه ايه دلوقتي. هنا بقى دور الانسان ان هو مهم جدا يتجنب التجسيد اللي هو الانثروبومورفيزم، ده اللي هو ايه، نسب السمات البشرية للحيوانات. فهنا لازم الانسان يتجنب الموضوع ده تماما علشان ما يفسدش التواصل ما بينه وما بين الكلب، وعلشان هو لازم يعني يشوف العالم من خلال عين الكلب مش من خلال النقل العاطفي بتاعنا. فلازم الانسان بيبذل مجهود في ان هو يفكر ان الكلب ده بيعمل كده ليه او بيتصرف كده ازاي، زي ما الكلب بالظبط بيعمل مجهود عشان يوصل لنا هو عايز يقول ايه، تمام، او حاسس بايه. وده هنا في الحتة دي، لو الإنسان عمل كده هتختفي مشكلات التدريب والتعامل مع الكلاب. يعني لما ندرك إن إحنا الكلب ده بيطلب مننا المساعدة، إنه قلقان، مرتبك، خايف، بدل ما نقول الكلب ده بيعصي أوامري، الكلب ده عنيد، الكلب ده عايز يسيطر. دماغ الكلب متقسمة لقسمين أساسيين، دماغ أمامي ودماغ خلفي. الدماغ الأمامي ده الإدراك عند الكلب والاستجابات بتاعته المدروسة. الدماغ الخلفي ده السلوك الانعكاسي التفاعلي بتاعه. الاتنين ما بيشتغلوش مع بعض، ما بيشتغلوش فريق مع بعض في نفس الوقت، لازم حد فيهم هو اللي هيقود الموضوع. الكلب لما بيشتغل بالدماغ الخلفي بنلاحظ عليه سلوك، احنا هنا بيبقى صعب نتعامل مع السلوك ده دلوقتي، لان الكلب في الوقت ده مش بيسمع، هو الكلب دلوقتي بيتفاعل بس مع البيئة المحيطة معاه والموقف المحيط معاه. مش كل لغة جسد الكلاب هي اتصال متعمد، هي ممكن تكون انعكاس للحالة الداخلية بتاعته للجهاز العصبي اللا إرادي بتاعه. يعني مثلا إشارات الإجهاد، فممكن تكون اتصال متعمد اللي هو عايز يقول لك حاجة، مثلا هو ممكن يبص بعيد اللي هي لوكاوي، الليب ليك بتاعته ان هو يقعد يلعق الشفاه بتاعه. ممكن حالة انعكاسية تظهر على جسمه، ان هو زيادة نفسه، ما بيبقاش قاصد ان هو يعمل كده، ده زيادة تنفس، الشعر بيقع مرة واحدة، الوبر بتاعه. دلوقتي انا هقول مثالين على كلبين في لغة الجسد، الفرق بين لغة الجسد في الكلب ده والفرق في الكلب التاني. هتكلم الاول عن الكلب اللي هو الهادي المرتاح، تمام، ريلاكسد اند نيوترال، تمام. تعبيرات الوش في الكلب الهادي بيبقى الوش ما فيش عليه اي علامات توتر، الشفايف مرتاحة مسترخية، الودن مسترخية، العيون ناعمة، جبين الكلب ناعم، جبين عضلات الوش كلها مرتاحة، مفيش أي حاجة مشدودة أو حاجة هو
بيجبر حاجة في وشه انه يعملها، لا كل العضلات مرتاحة في وشه. تمام. الكلب بقى على عكسه، الكلب المتوتر، تمام، اللي هو التنس فيشال اكسبريشن. تمام. علامات التوتر بتبقى ازاي؟ تعبيرات بقى الوش المتوتر، بيكون في تجاعيد حوالين العين، الشفايف بتكون العيون واسعه اللي هي الويل اي، في اللسان الملعقي او الاسباتيوال تانج، ده بيكون اللسان فيه واسع جدا من تحت، ده نتيجه للتوتر العضلي اللي عنده. تمام. الشفايف تكون راجعه قوي لورا، مشدوده لورا، وزي ما قلت بيبقى حواليها تجاعيد كده. الرجلين بتاعته بتبقى الاماميه متثبته في الارض جدا، الديل نازل لتحت، الخط العلوي بتاع الظهر بتاع الكلب بيبقى مستدير او مقوس. تمام. وقوف الشعر على طول العمود الفقري. تمام. ده بيبقى بسبب برضو التوتر العضلي اللي هو البايلو اريكتور. تمام. دي كل دي حاجات بتبقى ظاهره على الكلب المتوتر. برضو بيعمل سلوك برضو احنا بنلاحظه بنشوفه، الشمشمه، الهرش، بيهرش في جسمه جامد، نفسه بيزيد. ممكن الكلب بيستخدم من الاشارات الاجهاد دي لإما اتصال متعمد او ان هو سلوك ازاحه، وممكن يعمل الحاجات دي للغرضين مع بعض، كاتصال متعمد وكسلوك ازاحه علشان يهدي او يقلل التوتر عنده شويه. السلوك الازاحه اللي هو الديسبليسمنت بيهيفير، تمام، ده اللي هو عباره عن ان الكلب بيعمل سلوك طبيعي في موقف غير منطقي غير طبيعي. تمام. ده معناه ان هو بيقول، السلوك ده بيقول لنا ان الكلب هو دلوقتي منزعج من الموقف اللي هو فيه ومن الوضع الحالي اللي هو فيه، هو مش مرتاح، فهو بيعمل الحاجه دي علشان يقولها لنا، في نفس الوقت بيهدي التوتر اللي عنده. فهنا لازم المالك بقى بيتدخل في الموقف في ساعتها علشان يتجنب بقى التصعيد، انه ممكن يحصل هجوم لو في شخص غريب، لو في طفل، لو في كلب تاني. فهنا المالك لازم يكون فاهم حاجه زي كده. العلامات برضو تاني هقولها اللي هي بتاعت سلوك الإزاحة، اللي هو ممكن الإشارات اللي بيقولها اللي هي الشمشمة، الهرش، التثاؤب، ان هو يتاوب، ان هو يروح ويرجع في نفس المكان بسرعة. تمام. انه يهز ديله، الحاجات دي لما بتحصل بيبقى الكلب هنا ساعتها بيبقى عايز يقول حاجة، او هو مش مرتاح.